هذا واحتفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في موقع مهرجان البحرين للأضواء، حيث تضمنت الاحتفالية عروضا حية من قبل الفرق الشعبية الإماراتية. وتوجه الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة بالتهنئة الخالصة إلى الدولة الشقيقة، مؤكدا أن الاحتفال يأتي تقديرا واعتزازا لما لدولة الإمارات من مكانة في قلوب أهل مملكة البحرين، ولما يجمع بين الشعبين البحريني والإماراتي من تلاحم وترابط.